مرحبا بكم من جديد مع طريق في الوصف السريع للعروض العقارية. اليوم أجيب لكم واحد الجوهرة اللي هي إنتاج خليط من مواد البناء والمواد الديكور والمعرفة ديال الناس أهل الاختصاص. هذا العقار هذا كيتواجد بعمارة اللي هي صغيرة فيها سفليو بريميوم دوزيام، هي كتواجد بالضبط في الطابق الأرضي، فيها صالون صيغ مبهج ومطبخ كما كتشاهدوا معايا جاهز، وثلاثة ديال الغرف وحدة ما كتشبه الأخرى بثمن ديال 50 مليون، وهذا الثمن ممكن يكون فيه النقاش والتفاوض. المدينة بين كنهضر معكم اليوم هي من مدينة مكناس، وأقدم لكم التحية والسلام وبالضبط من حي السلام. تنتم ولكن عندكم شي عقار فممكن الاتصال، ما تنسونيش بالضغط على زر ديال الإعجاب والاشتراك. أما بالنسبة للمساحة ديال هذا العقار فهي 100 متر مربع كما كتشاهدوا معايا في نيسون اللي هي رائعة. كنخليكم بقاو معايا نشاهدوا الفيديو كامل بالتفصيل وكل شيء بدقة. غادي نقوموا بجولة جميع من أجل مشاهدة عقار ومنتوج جديد في السوق ديال العقار اللي دخل. منتوج متكامل الأوصاف من ناحية المساحة، المساحة ديالو ديال 100 متر مربع، كيتواجد في الطبق الأرضي في عمارة اللي فيها عدد ديال السكان اللي هو قليل، هو R+2. والمدينة فين كنتواجدو كنقدم لكم تحية والسلام منها أينما كنتم هي مدينة مكناس، والحي فين كتواجد اليوم هو حي السلام. إذا سيداتي سادتي، معكم طارق كما زرت العادة من أجل الوصف ديال أحد العقارات، ولكن عقار اللي هو متميز بالديكورات ديالو بالهندسة ديالو. إذا اللي كنطلب منكم هو عطوني الانتباه ديالكم، وعلى بركة الله مع طارق باش غادي نبداو الشرح ديالنا. الباب ديالنا ديال العقار هو هذا، الباب الرئيسي هو باب بلاندي، باب مقاوم للكسر، باب الى مشى الكساروت صعيب باش تلقاه وصعيب باش تهرسو. حنا داخلين كنلقاو عندنا طواليت ودوش، ما هما الا الاولين في هذا العقار، طواليت ودوش. اما وحنا داخلين ماشي هذا الشيء هو اللي بغيت نوريكم، بغيت نوريكم هو هذا. هنا عندنا المطبخ، علاش ذكرت هنايا هذه البلاصه هذه وكنأكد عليها، هي اعزائي المشاهدين هي الفصاله راه كتهم كتلعب دور كبير في الدار. خديتي التقضيه ما غاديش تبقى غادي وكتسارى بالبوطه الا كان عندك الدف، وانت غادي باش تلقى الكوزينه هنا، ولا تلقى الكوزينه هنا، ولا تلقى المطبخ هنا. اذا هذا المقاول هذا فضل، واحسن اختيار هو انه دار مطبخ، ومطبخ جاهز عصري فيه بزاف ديال الحوايج اللي هي معطيه. مثلا عندنا لاوط لا بلاكول فور غادي يعطيوهم كما اكد لي، عندنا لافابو ديالها دايرينو بهاد الديكور هذا الجديد ديال هاد الروبينات الجاب. اما بالنسبه للنوعيه ديال الام دي اف باش خشاب باش خدم، فهي كانت نوعيه اللي هي ممتازه. هاد الامور هادي وهاد الديتاي ما غاديش نهضر عليه، كنفضل ان الانسان يجي ويكتشف هاد الامور هادي بعينو وبيدو باش يلمس ويشوف الدقه لا متناهيه اللي حط هاد المقاول، ما كيبين غير الكفاءه والخبره ديالو. انا كنهضر دابا اليوم على الفصاله، على امور اللي هي صعيب شويه باش الانسان يدقق فيها. المطبخ باش يكون عندي حدا الباب شي حاجه اللي واعره، باش يكون عندي صالون ولا سيجور ديالي فين كيسنى وليداتي، وفين الصالون ديالي كالعاده ديالنا المغربي، ان الصالون ديالنا كيبقى شي حاجه ما كنقيسوهاش. ياك متفاهمين على هذه المساله هذه، واخا انا من الناس اللي كنفضل ان الصالون يستعمل في الحياه ديالنا، اما الدار الا باش نجلسوا فيه، الا باش نستمتعوا فيه باحلى الاوقات حنا والوليدات ديالنا. مثلا يكون عندي صالون هنا بالستاتر، ولا يكون عندي دي كانابي ستيل جداد مع دي طابلو مع ديكورات اللي هي جديده اللي تكون متناسقه. عندنا الصالون اللي هو ممتاز، عطى التريات اللي ما عطاوها الديكور هذا الا رونق وجمال، عاطينهم كهديه في هذا العقار، وما اكثر الهدايا في هذا العقار. بالنسبه للثمن ديالها هو 50 مليون 500 الف درهم، وممكن يكون هناك شيئا ما من التفاوض ومن النقاش. اليوم معكم طارق من مدينه مكناس، وبالضبط الحي فين كنتواجد الا وهو حي السلام، واقدم لكم السلام من هذا الحي هذا اينما كنتم داخل وخارج المغرب. وتنتم اعزائي المشاهدين كان عندكم شي عقار مثلا فيرما ارض فلاحيه ارض قبل البني شقه فيلا، فانا راه الخدمه ديالكم فيما يكفي الا الاتصال والتواصل. راه كندير الجهد ديالي باش انني ننقل لكم الصوره كما هي، كما شتها كما كنحاول نعاودها لكم، كنعاود لكم على الاشياء اللي ما كتشافش ديجا. مثلا حنا هضرنا الفصاله باش نعيروا الانتباه لهاد الامور. نقطه اللي كيسجلها هذا المقاول الا وهو هذا الطابلو اللي دار، هذا الديكور هذا مع هذه الصباغه هذه وهذا اللون ديال الصباغه، جاوا اشياء اللي هما مثيره
حقا فاش كتدخل ليها اول حاجه اللي كتجبد الكليان ديالك هو الديكور هذا. هنا مثلا اقتنيتي هذا العقار هذا غادي يكون عندك ريفيرونس ولا واحد التمييز واحد الشيء اللي هو متميز على هو هذا الديكور هذا اللي دار. البالون اللي هو جديد حقا ما نشتو كاينو كندورو كل واحد راه عنده لمسه فنيه. فاش كنرجعو للور شوف كيفاش كتعطيك داك الديكور ديال داك الطابلو تما تخيل معايا داير التلفازه داير بزاف ديال الامور التلفازه اللي تكون على قد القياس ديال داك البلاصه ما تخرج منها لا خيط لا شي حاجه كلشي اونكاسترابل ما تزيد حتى حاجه او غادي تعطيك الا لوحه فنيه تما سورتو لا تلقتي فيها مثلا داك لفي ولا داك الايحاءات بان راه شي على العافيه ولا شي حاجه كن على يقين ديكور اخر. نكمل الجوله ديالي معكم في العقار. عندي هنا الغرفة رقم واحد بالديكورات اللي كانوا مختلفين. كل غرفة في الديكورات كنهضر مثلا على السقف كل غرفة شنو دار فيها هذا المقاول كل غرفة شنو عطاها من ديكورات. بالنسبة للأرضية كلها فيها ديك الإيحاءات وكأنك كتمشى على أرض اللي فيها الرخام. هذه الغرفة كانت عندي رقم واحد. هذا العقار فيه ثلاثة ديال الغرف كما قلت المساحة ديال الأرض اللي فيها 100 متر مربع بالنسبة للطبق الأرضي بالنسبة للطبق الأول والثاني فيهم 110 ديال المتر مربع مساحات اللي هي إجمالية. واخا دابا غادي نشوفوا ما تبقى لنا من هذا العقار. عندي هنايا هي الغرفة ديال الوليدات ولا الغرفة الثانية. هدرت دابا قلت لكم بأن راه كل غرفة إلا وشنو دار فيها من ديكورات. مثلا شوف معايا السقف كل غرفة كل غرفة ما كتشبهش الأخرى في الديكورات ديالها. عندنا بالنسبة لذاك الباب اللي كتشوف معايا هذاك الباب ديال لاكوغ مثلا نشيها وتصبين نشوف نضربو على إطلالة نشوفوها كي دايرة. هي هاد هاد لاكوغ هادي ممكن تزيد فيها الماكينة ديال الصابون ديالك ممكن تنشر هنا ممكن تحيط أي حاجة زايدة عندك في المنزل ديالك. وبالنسبة للعمارة اللي كنتواجد فيها فيها عدد ديال السكان اللي هو قليل شيء اللي هو ممتاز. شنو هو هاد عدد السكان اللي قليل بوحديتك في الطابق؟ انت هو اللي كتملك الطابق ديالك. انت في الطابق الأرضي ما حداك حتى واحد ما غادي تشارك حتى شي باب تحل الباب ديالك بوحديتك ما كيدوزوش قدامك بزاف الناس علاش لأن ار بلوس سفلي بريمير دوزيام. وراه كل حاجة عندها الإيجابيات كما عندها السلبيات. هذا لا يعني أن شقك مثلا في العمارة لا بالعكس راه كل حاجة أعزائي المشاهدين الله يرضى عليكم راه كل حاجة عندها امتيازات ديالها وكل حاجة وعندها السلبيات ديالها. واخا نكملو دابا الجولة ديالنا. عندنا هنا الغرفة ديال الوالدين. الغرفة ديال الوالدين الميزة اللي دارو فيها هي أنهم دارو واحد الدوش اللي هو جديد داكشي اللي كنلقاو في الدور الفخامة ديال اللي كيكونو عندنا ديال السكن الراقي دارتها في هاد العقار. بما يعني أنك لاقي الفينيسيون ديال السكن الراقي ولكن لقيتيه اليوم لقيتيه في الار بلوس دو بشحال بثمن ديال 500000 درهم 50 مليون. وهذا الثمن ربما مع صاحب العقار شي شويه ديال النقاش كلمه من هنا كلمه من هنا لا ربما يكون هناك تخفيض في هذا العقار. انتم اعزائي المشاهدين الا بغيتوا تشوفوا هذا العقار فما عليكم الا الاتصال والتواصل معي وانا راه الخدمه ديالكم باش تشوفوا هذه الجوهره العقاريه اللي ما هي الا خليط من مواد البناء مواد الديكور ولكن من انتاج مقاول فنان صراحه تقال صراحه كان. ونبغيكم تخليو لي نتوما الكومونتيرات ديالكم باش نشوفوا التجاوب ديالكم. اذا اعزائي المشاهدين نعاود لكم اهم الاشياء. المساحه ديال 100 متر مربع الثمن ديال 50 مليون الحي والمدينه مدينه مكناس بحي السلام ومن هنا كنقدم لكم السلام اينما كنتم داخل وخارج المغرب. كان معكم طارق في العروض العقاريه المختلفه. كنقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء في عقار مقبل ان شاء الله عما قريب.